السلام عليكم أيها الحضور الكرام. في ليلة عاشوراء سأل الإمام الحسين عليه السلام القاسم عليه السلام، سأله: كيف الموت عندك؟ فأجاب القاسم: يا عماه، في نصرتك أحلى من العسل. هذه المرثية من نسج خيال الشاعر، حوار بين رملة أم القاسم وأم الشهيد الفدائي مصطفى حمدان. هالشهادة يما أحلى من العسل، لا تنوحي. هالشهادة يما أحلى من العسل، لا تنوحي. أسمع صوتك، بارك الله بك. هالشهادة يما أحلى من العسل، لا تنوحين. هالشهادة يما أحلى من العسل، لا تنوحين. أم شهيداني يا رملة، مصطفى اللي عني راح حسرني برحيله، وخلى في القلب الجراح. يا أم القاسم أقعد وبس أدق راح على راح، الكدار والهم سبالي، أم مكسورة الجناح. أنت تدرين بموتتها مات الأمل، أنت تدرين. هالشهادة يما أحلى من العسل، ولا تنوحين. هالشهادة هالشهادة يما أحلى من العسل، لا تنوحين. هالشهادة هالشهادة يما أحلى من العسل، لا تنوحين. القاسم إحساسه وحياته كان لشمعة حليل، عايش اسلوب امنياته وبشعوره مرتسم، كان يشعر بامنياته ومن يذكره يبتسم. اتمنى نسخة يكون منه ويحلم بنفس الاسم. الله يعين وراح ذكره ويا نظل. الله يعين. هالشهادة يما أحلى من العسل، لا تنوحين. هالشهادة هالشهادة يما أحلى من العسل، لا تنوحين. هالشهادة هالشهادة يما أحلى من العسل. مصطفى ولادك في عيني اتصل.
صبر يم الشهيد كربلاء ومصاب زينب تهوني الصعب الشديد اذكر حسين ومصابه وطاحته في الطف وحيد مكنه وخلع وجيه من الجسد فوق الصعيد لو تشوفين راس عن جسم انفصل لو تشوفين لو تشوفين راس عن جسم انفصل لو تشوفين هالشهادة هالشهادة يما أحلى من العسل لو تشوفين هالشهادة هالشهادة يما أحلى من العسل صدق الجاس نسيته وما على حب الظنى من خذونا وقيدونا وركبونا الضاعنا ومنعونا نبار يا حسين لو نشيل وندفنا لو فقط نود زينب صوب جسمه والله تحضنه لو سمعتي تبكي زينب شي العمل لو سمعتي لو سمعتي تبكي زينب شي العمل لو سمعتي هالشهادة هالشهادة يما أحلى من العسل لا تنوحين هالشهادة مصطفى وقاسم مضحين اتشابهوا يوم الفدا راس كل واحد تخضى وبطبر فيه نصر الهدى بس بسألت شفت راس ابنك على رمح العدا بس بسألت شفت راس ابنك على رمح العدا وجثته تحت الحوافر أعلى الوطية ممددة من سبيتي وراسه وراسه الغالي حمل من سبيتي من سبيتي وراسه الغالي من سبتين هالشهادة هالشهادة يما أحلى من العسل لا تنوحين هالشهادة وانتي ما شفتين زينب وانتي ما شفتين زينب في المجالس واقفة وانا شفتي زيد يشمت مشهد شلون والله اوصفه
خلوهم بالجراح النازفة، نسوى مجتوفين بحبال واليتامى خايفة، وينها الحين اجينا عباس البطل، وينها الحين ابو فاضلها، وينها الحين اجينا عباس البطل، وينها الحين هالشهادة هالشهادة، يما أحلى من العسل لا تنوحين، هالشهادة يما أحلى من العسل لا تنوحين. أنا يم الجاسم أمه صابرة ومتحملة، عاد أشوف البيت خالي وانفجأ وتخيل دخلت البيت وسلامة وابتسامة، اشتقت له بس لي منكم علامة التضحيات بكربلاء. أنا يم جاسم، أنا يم الجاسم أمه صابرة ومتحملة، عاد أشوف البيت خالي يمه يمه خالي وانفجع وتخيل دخلت البيت وسلامة وابتسامة، اشتقت له بابتسامة، اشتقت له بس لي منكم علامة التضحيات بكربلاء. ولي الدين ما حلى طعم الأجل، فد ولي الدين فد ولي الدين ما حلى هالشهادة هالشهادة يوم أحلى من العسل، هالشهادة هالشهادة يوم أحلى من العسل. رحم الله من أعاد سورة الفاتحة.